السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ألتقي بحضراتكم في تلك السلسلة المباركة من الأحاديث الإسلامية التي لا يستغني عنها مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ويدور حديثنا حول موضوع من أهم الموضوعات التي تلمس الجهاز العصبي في الأمة الإسلامية. ذلكم الموضوع هو التربية في الإسلام، وليس ثمة أدنى شك في أننا جميعا في أمس الحاجة إلى معرفة دور الإسلام في تربية الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حين يلمس بأنامله أعصاب هذا الموضوع يلخص لنا رسالته العليا ومنهاجه الشريف في كلمات موجزة المبنى لكنها عظيمة المعنى والمغزى والمرمى. اسمع إلى سيد البلغاء وإمام الفصحاء وأمير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه كلمة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. ثم تأمل معي جمال هذا التعبير وجلاله وكماله وروعته وسموه وعلو قدره وعظمة مكانته عندما يصدر الحديث الشريف بقوله: إنما هذه أداة حصر، كما تقول في القرآن الكريم وتقرأ قوله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. إنما إلهكم الله، أي لا إله إلا الله. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كأننا نريد أن نقف عند هذا النص محللين وشارحين ومبينين ومفسرين وموضحين، فنقول: ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم مكارم الأخلاق. أداة حصر وأداة قصر حصرت
البعثة النبوية الشريفة في تتميم مكارم الأخلاق. فانظر إلى جلال التعبير وجماله وتأمله كثيرا. النبي بعث، لماذا بعث؟ ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق. الحديث صحيح والنص صريح، ليتمم مكارم الأخلاق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم تسعوهم بأخلاقكم. ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. الأخلاق هي الأساس الأول في نهضة الأمم والشعوب ورقيها وعلو قدرها وكعبها. قال الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل سادسها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعطيها. لا ترتنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يثنينا ويثنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناسيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. اعمل لدار غدا رضوان خازنها، رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أوله، الدين أول هذه المكارم، أول هذه المكارم دين. وما الدين؟ الدين هو مجموعة العقائد والشرائع والشعائر التي بعث بها الأنبياء والتي تنظم العلاقة بين العبد وربه وبين العبد وغيره ممن هم على وجه الأرض. هذا هو الدين. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها، الدين أولها. ويوم يهتز الدين اهتز الكيان كله، كما تنحرف الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. فالدين هو معيار السعادة. إن الدين عند الله الإسلام. وهل بعث الأنبياء جميعا إلا بالإسلام وحده؟ بعث جميع الأنبياء بالإسلام وحده. فها هو نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. وها هو ذا خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام
يحدثنا القرآن العظيم عنه فيقول: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم ماذا؟ هل اقتصر هذا الأمر على خليل الرحمن؟ لا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ماذا؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون، إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم ينتقل بنا النظم الكريم في آية جامعة مانعة حاسمة جازمة قاطعة شافية كافية. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم انتقل معي بعد ذلك إلى ما قاله موسى لقومه، يقول لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. ثم انتقل بعد ذلك إلى المسيح ابن مريم، ماذا قال عنه ربنا جل في علاه؟ يقول له: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا هو شأن المسيح ابن مريم في كتاب الله، أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. ثم في موضع آخر يقولون: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا هو المسيح، هذا هو موقف المسيح من الإسلام: واشهد بأننا مسلمون. ثم انتقل معي بعد ذلك إلى موقف آخر يخص جميع الأنبياء: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. النبيون الذين أسلموا، لم يقل تهودوا ولم يقل تنصروا، إنما النبيون الذين أسلموا. آية جامعة شاملة كاملة واسعة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ثم ماذا يقول لحبيبه ومصطفاه بعد ذلك في خاتم الأنبياء وفي حجة الوداع
والرسول صلوات ربي وسلامه عليه يلقي خطابه الشامل الكامل في 114,000 صحابي، ولم يكن هناك مكبرات صوت، كما لم يكن هناك أجهزة تصور أو تعرض، إنما كان هناك جهاز إرسال سماوي مبارك أذاع على العالم أجمع برامج السماء على موجاتها القصيرة والطويلة والمتوسطة. 114,000 صحابي سمعوا رسول الله حتى سمعته النساء في الخيام، وقد صدق فيه قول أمير الشعراء: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر النبي وللقلوب بكاء. نزل على الرسول في هذا اليوم المبارك 4 بشريات، أولاها: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم: وأتممت عليكم نعمتي، ثم: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه 3 مهد لها الرحمن الرحيم ببشرى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. هذه بشريات 4: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا كان الله أكمل دينه فدين الله لا ينقص أبدا. هذه قاعدة جليلة يجب على كل مسلم أن يعلمها علم اليقين، بل عين اليقين، بل حق اليقين، أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إذن فما جزاء من تحول عن الإسلام إلى ملة أخرى؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إذن فما جزاء من تحول عن الإسلام إلى ملة أخرى؟ إن الله يلقن حبيبه ومصطفاه هذه القاعدة العقدية فيقول له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأصفر القنديل.
الله أكبر الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. يا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فاصفوا القنديلة. الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، فما جزاء من ابتغى غير الإسلام دينا؟ ما جزاؤه في الدنيا وما جزاؤه يوم يقوم الحساب؟ يجيب عن هذين السؤالين كتاب الله الكريم، قد قضى في القضية قضاء مبرما لا يحتمل النقض أبدا. إسماعيل مولانا تبارك اسمه وهو يقطع في القضية قطعا نهائيا لا جدال فيه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما جزاؤه في الآخرة؟ وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه أول نقطة في معالم الطريق إلى التربية الإسلامية. الدين أولا، الدين أولها، والدين هو الإسلام. فليس الإسلام كهنوتا قاصرا على وصايا روحية، وليس الإسلام راهبا في صومعة يطلق الدنيا طلاقا دائما لا رجعة فيه. إنما الإسلام هو الدنيا والآخرة، يربي الإنسان من مهده إلى لحده، بل ويظل الإسلام مع الإنسان إلى أن يدخله دار الجزاء. إن كان من أهل السعادة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل السقاء فهو من أهل النار. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لكل نفس من الآمال تعرضها، المرء يقصفها والدهر يطويها، والنفس تنشرها والموت يقبضها. ثم ماذا بعد هذا؟ لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناسيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. يا أخ الإسلام، لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها، المرء يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يطويها. من هنا فإن الإسلام الكريم
أراد أن يجعل من الدنيا قنطرة لعالم القلوب. فما الإنسان في جيل إلا ذرة في فضاء، وما الجيل في الزمان إلا لبنة في بناء، وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء. ما الإنسان في جيل إلا ذرة في فضاء، وما الجيل في الزمان إلا لبنة في بناء، وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء. دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبى خلود المآل. فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ الإسلام يبين للإنسان معالم الطريق في مراحله كلها، ومراحل الإنسان كثيرة وكثيرة متنوعة. فمرحلته الأولى أيام كان روحا شفافة، أيام كان جوهرا صافيا مجردا. ومرحلته الثانية يوم نفخ الله الأرواح في الأشباح في عالم الأرحام. ومرحلته الثالثة يوم جاء من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. ومرحلته الرابعة حينما ينام ويرى ما لم يكن يرى عندما تخترق الروح الحواجز والسدود والحدود. ومرحلته الخامسة يوم تصعد روحه إلى ربه، مرحلة البرزخ، عندما يوضع ابن آدم تحت أطباق الثرى فيقال له: يا ابن آدم، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا الله، والله هو الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا الله، والله هو الحي الذي لا يموت. وتأتي المرحلة النهائية، تأتي آخر المراحل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وتأمل معي هذا التعبير القرآني التي تنخلع له القلوب
وتنفطر من هوله الأفئدة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لماذا قال مرضعة ولم يقل مرضع، مع أن المرأة هي التي ترضع وحدها؟ فلماذا تأنيث الاسم بهذه التاء مرضعة ولم يقل مرضع، مع أنه لا مرضع إلا المرأة، فما الداعي إلى التاء؟ هذه التاء مرضعة فيها سر دفين، فيها معنى مكين. المرضع تشمل المرأة وقت أن يلتقم طفلها ثديها، كما يشملها بعدما يفرغ من الرضاعة. أما مرضعة بالتاء فإنها خاصة بالطفل وهو يلتقم ثدي أمه ويمص لبنها. تتأمل معي كيف أن المرضعة تذهل عما أرضعت ووليدها يلتقم ثديها، تذهل عنه كناية عما يلاقيه الناس من شدائد يوم الحساب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وعجيب أمر هذا القرآن الكريم. هذه الصورة التي بدأت بها: أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كما أن هناك صورة أخرى هي رابعة سور القرآن الكريم في النصف الأول من القرآن، سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تأمل السورتين معي. سورة النساء هي رابعة سور القرآن الكريم في النصف الأول من القرآن، فهي بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران. تأتي سورة النساء مبدوءة بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أما سورة الحج التي معنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فهي أيضا رابعة السور في النصف الثاني من القرآن. لماذا؟ لقد سبق سورة الحج سورة مريم وطه والأنبياء في النصف الثاني، فهي الرابعة في النصف الثاني، بينما سورة النساء هي الرابعة في النصف الأول. اعجب معي، هذه مبدوءة بيا أيها الناس، وتلك مبدوءة بيا أيها الناس، هذه فيها أمر بالتقوى اتقوا ربكم، وهذه أيضا فيها أمر بالتقوى اتقوا ربكم. هذه تصف الرب بأنه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهذه تعقب على التقوى بقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فما هو السر في هذا التفسير؟ إن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ماضٍ، لفظ محكم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ما هو السر في ترتيب هاتين الصورتين هكذا؟
وفي بدئهما هكذا لا إله إلا الله. أما الصورة الأولى وهي صورة النساء رابعة السور في النصف الأول من القرآن الكريم فإنها تتكلم عن المبدأ الذي خلقكم من نفس واحدة. وأما صورة الحج اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فإنها تتكلم عن المعاد. المبدأ هو الخلق والمعاد هو البعث، وبين المبدأ والمعاد 5 أيام كأن أيامنا 5. يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود. استمع جيدا إلى هذه الكلمات وكيف عني الإسلام عناية تامة بالتربية من مهد الإنسان إلى لحم. سورة النساء تكلمت عن بدء الخلق، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس آدم وخلق منها زوجها حواء. سورة الحج تكلمت عن المعاد، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بين البدء والإعادة 5 أيام، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم مورود ويوم ممدود. فما هي تلك الأيام 5 حتى نكون على علم بها؟ ما هي تلك الأيام 5 حتى نكون على علم ودراية بها؟ اليوم المفقود هو الذي مضى ولم يعود، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي قائلا يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. لا أعود إلى يوم القيامة. اليوم المفقود هو الذي مضى، ولذا قالوا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني واصبر على نعم الحياة وبؤسها نعم الحياة وبؤسها تيان. اليوم المفقود مضى وانتهى ولم يعود، نموت وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها، عجبت وما لي لا أعجب. أيلهو ويلعب من نفسه تموت وأيامه تذهب. أرى الليل يطلبنا والنهار ولم أدر أيهما أطلب. أحاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا منهما مهرب. وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب.
هذا هو اليوم المذكور. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت، ونفسك كالزجاجة إن لم يملأها شيء ملأها الهواء، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لذلك ما ندم أهل الجنة في الجنة إلا على ساعة مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها. لا إله إلا الله. لم يذكروا الله فيها. وهذا معنى قوله تعالى: الذين يتفكرون يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سيدنا بلال لما ذهب ليؤذن الفجر في المسجد النبوي الشريف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، والرسول لا يبكي من فراغ، لا بد أن يكون الأمر جد خطير. سأله بلال، لأن دموع الرسول غالية لا تنزل عبثا ولا تسيل هباء، لأنه على صلة برب العرش. برب العرش الوحي يخطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، دين يشيد آية في آية، لبناته الصورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس، وكيف لا، والله جل جلاله البناء. الرسول بيبكي. اي شيء حدث؟ بلال يسأل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ما يبكيك يا رسول الله؟ ترى لماذا يبكي الرسول؟ هل خسر مالا؟ هل خسر ضياعا؟ هل ضاع له رصيد؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث يا رسول الله؟ قال له: يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن لاكها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. آية نزلت على رسول الله أبكته، أسالت دمعة، هزت وجدانه. آية واحدة: ويل لمن لاكها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. هذا هو القرآن وسماع القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما هذه الآية؟ ما هذه الآية التي أبكت رسول الله وحكم على من قرأها بلسانه دون أن يتدبرها قلبه بأن له ويلا؟ إن هذه الآية هي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آية موجزة تمر على الألسنة فتلوكها التفاح دون أن تتعمق في معناها ومغزاها ومرماها، لكنها أبكت رسول الله. كم تليت علينا من آيات سمعتها الآذان ولكن كان بين الأذن
وبين القلب حجاب. وكم قرأنا من آيات لا تتهى الألسنة ولكن كان بين اللسان والفؤاد سور له باب. فكنا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. اسمعوا إلى أدب القرآن وإلى كيف كانوا يستمعون القرآن. النهاردة المقرئ أو قارئ القرآن يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. المستمع يقول ربنا يزيدك في السير. طب هيزيدوا فوق 70 سلسلة ايه؟ فوق سلسلة ذرعها 70 ذراعا. هيخلوا السلسلة كم ذراع؟ فوق 70. اهو ده سماع القرآن. ده سماع القرآن والقلوب غافلة. آية تنخلع لها القلوب. بل إنني سمعت أحد الناس عندما سمع القارئ يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا قام منتفضا من نشوة الصوت ودعا الله قائلا اللهم اجعلنا جميعا منه إلى جهنم زمرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه لا يدري ما زمر جهنم وما زمر الجنة. لا يعرف الفرق بينهم. النبي آيات النبي بس من آية بس لما نزل في الآية في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولذلك ربنا قال إيه لآيات لمين؟ الغافلين للمنصرفين للناهين؟ لا، لأولي الألباب لأصحاب العقول الباصرة وأولي الأفئدة المستنيرة. نظر الله إليهم في جوف الليل وأطرافهم منحنية على أجزاء القرآن. إذا مر أحدهم بآية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها، فإذا مر بآية تنذر من عذاب النار شهق شاقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. تلك صفات أصحاب الرسول. عندما يخلع الليل عليهم عباءته السوداء. من هم أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ أي أنهم يذكرون الله على كل حال. اسمع إلى ما قاله الرسول الكريم في حديثه الصحيح يحدثنا عن الذكر وأثره عند الله تعالى، فيقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى. قال ذكر الله. في هذا الطابور الطويل من الفضل الكبير العظيم النهاية ذكر الله. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ذكر وفكر. الذكر بلا فكر جفاء، والفكر بلا ذكر خواء، والذكر مع الفكر عطاء ووفاء. إذن لابد أن يقترن الذكر بالفكر. وهل الفكر ما نراه الآن على ألسنة الناس؟ ها
هل الذكر ما نراه الناس، ما يراه الناس على ألسنتهم من التمايل ذات اليمين وذات الشمال، ويذكرون الله بما لم يرد عن الله ولا رسوله؟ لا والله، إن الذكر على سبعة أنحاء: ذكر العيني البكاء، وذكر الأذني الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. إنما حقيقة الذكر أن تستحضر عظمة الله تعالى منعوتا بنعوت الجلال والجمال والكمال، دي حقيقة الذكر، أن تستحضر عظمة الله تعالى منعوتا بنعوت الجلال والجمال والكمال. من الجائز ان واحد عندما يسمع هذا الكلام يقول ده هو ذكر الله، او الذكر عامة كما ورد عن الله ورسوله، له تلك المكانة، واحد عيناه تدمع عندما يذكر الله، يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، سبعة يعني سبع انواع، مش مليون نوع ولا مليار نوع، سبعة فقط. في يوم يشتد فيه الزحام وتدنو الشمس من رؤوس العباد، يا له من يوم ما أطوله، ويا له من جبار ما أعدله، ويا له من هول وخطب ما أشده. أيها المسلم الكريم، خذ هذه التوجيهات والإرشادات في التربية الإسلامية مأخذ الجد، فالتزم بها وادع إليها غيرك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل العاملين في مجال الدعوة، سواء أكانت الدعوة مسموعة أم مرئية أم معروضة أم مقروءة، كما أسأله جل جلاله أن يجعل هذا الكلام خارجا من قلبي ليصل إلى قلوبكم، فما خرج من الآذان لا يتجاوز الآذان، وما خرج من اللسان لن يصل إلى الآذان، أما ما خرج من القلب فمصيره إلى القلب. وبهذا نأتي على الدرس الأول من دروس التربية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء في الدرس الثاني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.